عشان كده العملية اللي استغرقت أقل من ساعة 55 دقيقة بعد تقريبا قرابة الثلاث ساعات من انتهاء العملية أو أكثر قليلا، ظهر الرئيس السوري. وأكيد الرئيس السوري بيشتغل كل يوم وبيروح شغله، ولكن هذا الظهور اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الهواء كان له دلالة عميقة جدا. يعني ايه الرئيس السوري بيتحرك رايح شغله في وقت في عدوان ثلاثي على دولته وعلى مقدرات دولته، وتبقى المسألة حاجة غريبة جدا. فهل كان الأمر أن الدولة السورية أصبح لديها شؤون معنوية لإدارة مشهد الدولة السورية بصورة تختلف عما ألفناه في الفترة السابقة؟ علشان كده التصوير وتصدير الصورة كان عنوان مهم للرد على حالة الاستعراض الغربية الأمريكية اللي مجرد حالة بتقول إننا لم يكن أمامي أي نتاج لهذه الضربة، لدرجة بالقياس العسكري ما الذي تم استهدافه وما الذي آل إليه، وبالمعنى السياسي إيه اللي حصل وإيه اللي وصلته إليه. علشان كده وأنا بفك المعنيين مع حضراتكم سريعا، كان لازم نبص وعنينا تشبع من المشهد اللي قدامنا ده. الرئيس السوري بيتحرك في بلده ولا في أي حاجة على الإطلاق. لو كانت تريزا ماي بتستعرض علشان تلعب لعبة توني بلير على شعبها وتبدأ تعمل التقسيمة بتاعت فوائد البريكسيت اللي خروج بريطانيا كان يعني الهدف الأساسي منه هو شق أوروبا وكسر وحدة الاتحاد الأوروبي، علشان كده كانت لازم تكسب فرنسا، كان لازم فرنسا تطلع من عباءة ألمانيا. المشهد كبير، بس سوريا التي تعلمت الدرس جيدا بعد كل هذا الانهاك وكل هذا الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري والدفاعات الجوية السورية، بيتوج ده الرئيس السوري في هذا المشهد اللي قدام حضراتكم، وكأن الرد لم يستغرق أكتر من ثلاث ساعات، لدرجة أن بعض المحللين وأنا بسمع بعض التفسيرات بيقولوا إحنا هنشوف لسه في الأيام القادمة الرد السوري والرد الروسي. الرد خلاص، أنا بقول لكل الأساتذة الرد صدر قدام عينينا، الرد أهو من رأس الدولة السورية.